طيب تعال نقول بسم الله ونبدأ مع المضارع التام present perfect، ويا ترى grade 6 هيقولوا ايه في الزمن ده؟ خليك معايا. بص كده، لو انا جيت قلت لك I played football وجيت عملت نفس الجملة كده اهو، I played football، لو انا جيت سألتك قلت لك في فرق ما بين الجملتين دول، انت على طول بسرعة هتقول لي لا ده مفيش فرق. طب لو انا حطيت هنا اهو كلمة have، انت طبعا بالعبقرية بتاعتك هتيجي تقول لي الفرق ما بينهم كلمة have. انا هو ده مش اللي انا عايزه، انا عايز اعرف الجملة دي في المعنى ايه الفرق ما بينها وما بين الجملة دي. طيب ركز معايا، الجملة ده هي معناها انا لعبت كرة قدم. يعني يا سلمى الولد ده هو بيقول الجملة دي، وشوف الولد ده بيعمل ايه دلوقتي، ده نايم صح؟ يبقى هنا هو ده جملة باست سيمبل. طب ليه يا مستر؟ ليه عملها في الباست سيمبل؟ الباست سيمبل قال لك شيء حصل في الماضي اهو، شيء حدث، نمبر 2 انتهى، لازم يكون يا محمد يكون انتهى بدليل ان هو فين دلوقتي؟ في السرير. طيب اي هاف بليد فوتبول، بص الولد ده بيعمل ايه؟ يبقى هنا معناها حاجتين، لا اما يقول انا لسه في المضارع بلعب كره قدم، او انا لسه مخلص لعب كره قدم، يبقى دي لها المعنيين. يبقى كان هاف وهاز بيني وبينك كده بتعني ايه؟ لسه. يبقى هنا هو البريزنت بيرفكت المضارع التام بيعبر عن ايه يا مستر؟ شيء حدث فين؟ في الماضي. زي ده شيء حدث في الماضي. طب انتهى؟ لا، قال لك لا اما لسه شغال او انتهى منذ فتره قصيره جدا. طب يا مستر مش فاهم لسه، بص هنا اهو الولد يحيى ده اهو بيقول الجمله دي، مام كوكت فود، ورجع هنا اهو قال لي مام هاز كوكت، ماما لسه بتعمل الاكل فود. الجملتين دول في فرق؟ ليه؟ ان ماما هنا اهو ماما طبخت، هناكل ولا لا؟ لسه هناكل لان ماما طبخته، مام كوكد فود هناكل، لكن هنا اهو ماما لسه بتطبخ الاكل، هناكل ولا لسه؟ لسه او لسه مخلصه، تمام، او لسه ايه مخلصه، برده مش هنعرف ناكل، الاكل سخن جدا جدا، لسه استنى شويه لما يستهدى كده، يبقى برده في الحاله دي الجمله دي انا مش هعرف اكل، لكن دي كل بالهنا والشفا خلصت بقى، ممكن تكون خلصت من ساعتين ثلاثه اربعه براحتها بقى. حد قاعد مش فاهم؟ طب انا فاهم حاجه صغيره عايز اقول لك عليها، ان البريزنت بيرفكت عشان تعمله يا عمر لازم حضرتك وانت جاي في ايدك كده تجيب معاك شنطتين. ليه بقى يا عمر؟ الشنطه الاولانيه يا عمر هتحط فيها نص كيلو هاز مع كيلو هاف، تمام كده يا عمر؟ طيب بس خلي بالك يا عمر، خلي بالك جامد، ان الهاز والهاف دول دايما بيعملوا بيبي، دايما بيعملوا ايه يا عمر؟ بيبي. يبقى هاز وهاف بيعملوا ايه يا عمر؟ يبقى لازم الهاز وهاف جنبيهم البيبي بتاعهم يا عمر، ملهاش حل. طب السؤال بقى يا عمر، هاز دي هتيجي مع مين؟ محمد بدر قال لك هتيجي مع هي والشي وات. طب ليه يا سلمى؟ علشان دول صغننين. طب هاف ادي 1 2 3 4 هتيجي مع 4، ادي اي وي ويو وذي وهتيجي مع البلولر. محمد بدر جاهز؟ قال لك ركز في دي، لو التصريف الثاني اخره اي دي يكون الثالث برضو اي دي اخره اي دي. مش فاهم يعني يا كابتن عمر، لو انا جيت قلت لك فيرب زي واتش هتقول لي الباست بتاعه ايه؟ واتش ات اهو برضو. ايوه بالظبط، هتلاقي برضو ايه ادم ده التاني ايدي، يبقى برضو التالت ايه؟ ايدي. لكن بقى لو الرجلر يتحفظ، الرجلر يحفظ الرجلر لو تيك توك كي
حفظ. لا للدرجات دي ليه؟ لان انا لما اجي اقول لك جو يا محمد يا بدر، البص بتاعها وينت، البيب بي بتاعها جن، يبقى هنا هو لازم جن تيجي معاها هف وهاس. طب هنا هو انت ذهب غار في داهيه خلاص، لكن جن لسه ما غارش في داهيه، لسه بيفكر يقول في داهيه. يعني تيجي ناخد اكزامبل، هو في كلمه كده ادي شيء تلت بص بتاعها نفس هي اه كات 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 هيت هيت هيت. خليك معايا، شي هاز، الدكتوره سلمى تحل لنا دي بقى يا جماعه، شي هاز جو ولا وينت ولا جون؟ تو سمبل لوين، يبقى هنا هو تقول له ايه؟ جن. حد قاعد مش فاهم؟ ها خبي عليا يا مالك حاجه؟ اه كل مش فاهم. طيب تعال نكمل، ناخد اكزامبل بعد ال، احنا ناخد حاجه تانية اهم من الاكزامبل. ايه اللي جاي ده؟ اصعب الكيوردز اللي جاي، هو ده الدرس بقى اللي فات ده كله. اه اول كلمه عندي يا دكتور عمر كلمه جاست. جاست ده هي معناها حالا. مستر محمد لسه حالا بيشرح البريزنت بيرفكت، لسه قال لك جاست ده هي. عايز اعرف عنها حاجتين، ايه هما يا عمر؟ نمبر 1 ان هي بتيجي في الافيرماتيف. يعني ايه؟ يعني ايه ده كبسول ده ولا دواء ولا ايه ده يا اخويا؟ افيرماتيف يعني الجمل المثبته، الجمل المثبته بمسامير. لا يعني الجمل اللي ما فيهاش نوت يا عمر ولا كويستشن. يبقى هنا هو جاست ما بتجيش مع نوت ولا مع مين، مع الكويستشن، بتيجي مع الجمل اللي فيها نقطه، زي النقطة اللي انت بتجيبها لي كل حصة كده. طيب مركز معايا؟ طيب بعد كده بتيجي بعد هاف وهاز. يبقى هنا يا عمر خلي بالك، بتيجي بعد مين؟ ما جيش يا يحيى احول لي كده، وبدل ما اجيبها بعد هاف وهاز اجيبها قبليها، المدرسة هتتشل وهي بتعلم، يبقى ذنبها في رقبتك. بص كده، شي الجملة دي فيها غلط. بعد هاف وهاز؟ اه she she اقول لك كده she just has eaten غلط ice cream. افرض بعدين اه، يبقى الجمله دي صح ولا غلط يا مستر؟ لا ده غلط. الله ينور يا شباب مصر. يبقى في الحاله دي هتقول لي she has to جاب الاول وتقعد في امان الله كده يا عمر، بعد كده ايه حط جنبها just. في حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك، البي بي ماليش دعوه بيه، نازل زي ما هو اهو. ها ايس كريم ليه؟ لا عشان في ناس بتحذف الايدي بتاع البيبي. تعالى كده هقول لك، اتقل لما اجي مثلا اقول لك مام هاز جاست درانك. طب ازاي دي في المضارع؟ قول لي ازاي دي في المضارع ودرانك دي ماضي؟ هي دي مش درانك. لو انا فتحت كده القاموس بتاعي وكنت انا حافظ يا دكتور عبد الرحمن، هلاقي ان درينك بالاي شرب وخلاص بالاي درانك، لكن تصريف ثالث باليو درانك. مش التصريف الثالث برضه بيبقى ماضي يو؟ لا التصريف الثالث ده معناه ان هو لسه بيشرب، لسه بيعمل الحاجه. اتفقنا كده؟ طيب ده مع هاف وهاز او لسه بخلص. استنى بقى، انا عايز اخد كلمه اوريدي. ايه ده؟ ايه اوريدي دي؟ اوريدي معناها بالفعل. اه طب مالها يا مستر دي؟ بص بقى، اوريدي بتلاقي بعد البنوتات كده اللي هم بيتكلموا عربي وشويه في كلامهم انجليزي كده، تيجي تقول لك انا اوريدي عملت الطبيخ بس مش عارف اتحرق والله العظيم يا شيف شربيني، ومش عارف المهلبيه طلعت عليها ملوخيه حاجات كده، والاوريدي بتاعي مش عارف كده. ايه بقى اوريدي دي يا سلمى؟ ركزي عشان لما تيجي تتكلم انجليزي كده قدامك تبقي انت فاهمه، تبقيش قاعده فاتحه بقك كده ومش فاهمه ايه بيودي على فين. اه اوريدي معناها بالفعل، يعني انا بالفعل شرحت الدرس ده النهارده اوريدي. انا اوريدي اهو بنشرح الدرس يا مستر، احنا عايزين نشرح البريزنت بيرفكت، انا اوريدي نشرح البريزنت بيرفكت. طيب اوريدي ليها مكانين، لا اما اخر الجمله لا اما بعد هاف وهاز. هي لو جت بعد هاف وهاز يبقى هي هنا زي مين؟ زي جاست. زي مين يا دكتور عمر؟ طيب يبقى هنا اهو بعد هاف وهاز او بتيجي في الاخر. طيب نمبر 3 قال لك مع الجمل المثبتة. ايه المثبتة؟ اللي هي ما فيهاش نوت ولا كوستشن. طب ما هي زي جاست، انا عارف ليه. ايه الزيادة؟ ان هي ليها مكانين، لكن هي زي جاست بالظبط. انا لحد السنة اللي فاتت انا كنت بكتبها مع جاست، كنت بقول لك جاست اوريدي بيجوا بعديها هم ايه؟ بيجوا بعديها هاف وهاز، كنت بقولها كده. بعد واخر الجملة؟ طيب.
بتيجي بتيجي بعد هاف وهاز واخر الجمله. طب تيجي ناخد مثال عشان تعرف هي بتيجي ازاي وليه انا بقول كده. يلا لما اجي اقول لك ان سلمى هاز just eaten 3000 sandwiches. كانوا مالي الأوضة دي يا جماعة، بس الحمد لله خلصيتهم يعني. أنا عايز أستخدم already. أوكي معايا محمد يا بدر؟ في الحالة ده هي أنا كل اللي هعمله في حياتي هشطب just وأحط بدلها already. أدي already أهي وأروح بنزل جملتي زي ما هي، يبقى أدي سلمى. يعني لو جهزت آخر الجملة أحط آخر الجملة؟ أي اتقل اتقل اتقل، يبقى هنا أهو إيتن لا بلا بلا اللي هم 3000 دول، ربنا يوفقها يا رب. تعرفيش هي راحت المستشفى ولا لسه يا جماعة؟ طيب طيب ركز معايا بقى في الجملة دي. لما أجي أقول لك إن علي has played football، عشان عبد الرحمن مش صابر على المستر، وروح فتح اقواس كده هو يقول لك جاست ولا اوريدي؟ اوريدي اوريدي. اخر كلام اوريدي، لان جاست مش مسموح لها تيجي فين، لكن مين اللي مسموح لها تيجي في الاخر؟ فهمت يا عبد الرحمن انا كده عايز اقول ايه؟ لو صبر القاتل على المقتول. ها حد قاعد مش فاهم؟ ركز يا عمر. يقولون ان جاست هو اوريدي ياتيان مع الجمل الخبريه المثبته. الجمل المثبته عزيزي ليس بها نوت وليس بها كويسشن مارك. كان هذا موجز واليكم التفاصيل. فاهم محمد يا واد؟ طيب ثالث واحده بقى، والسؤال ده بيجي معاه يا واد اتقل. بعد كده نمبر 3 يا دكتور عمر، كلمه نيفر. نيفر دي هي معناها ابدا. تشرب شاي؟ ابدا ابدا. تشرب قهوه؟ نيفر نيفر. طيب قال لك برضه بتيجي بعد هاز وهاف، بتيجي بعد هاز وايه؟ طب بس في فرق. قال لك ده هي بتحمل معنى النيجاتيف، بتحمل معنى مين؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش محتاجه نوت، يعني هي بتدي معنى نوت. بتيجي بمعنى ايه؟ بتيجي بمعنى مين؟ يبقى هي مش محتاجه نوت. طيب ماشي، ناخد مثال كده. يعني لو في نوت تيجي في الجمل ولا في الاسئله؟ يبقى برضه هجيب في الجمل المثبته. هي هاز نوت سليبت ايرلي، هنشيل نوت ونحط نيفر. الراجل يجي يقول لك في الامتحان حط نيفر يا محمد يا بدر. طبعا ما احطش نيفر ونوت مع بعضيهم، هو مش فرح، اللي عايز يخش يخش. لا يبقى انت هنا اهو هتروح شاطب ايه؟ نوت. وتقول لي كده هي هاز نيفر سليبت early، واحنا كده اصحاب وحبايب. حد قاعد مش فاهم يا شباب مصر؟ يبقى انا عندي حد شاطر يقول لي كم كلمه لحد دلوقتي بيجي بعد هاف وهاف؟ انا لسه ما قلتش. عاش. اللي هم مين؟ just already مثبته ولا منفي؟ مثبته. ونيفر منفي. منفي منفي مين؟ طيب نكمل. يلا يا مستر ركز بقى معايا في الجمله الرابعه. يجي يقول لك كلمه يات اللي انت ممكن تقولها يت يات. مستر احنا خدنا الحاجات دي السنه اللي فاتت. خدناها السنه اللي فاتت، فقد عادت الذاكره اخيرا بعد انتهاء الدرس. مرحبا بك يا عبد الرحمن، لقد سعدت برجوع الذاكره اليك. يا كان فقدان الذاكره شيء صعب جدا طوال هذه المده. اخيرا ادركت ان هذا درس قديم. يلا بينا. كلمه يت ده بتيجي مع مين؟ بتيجي مع الكوستيشن. يا نهار ابيض. وبتيجي مع نوت. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. يعني يت دي لازم الجمله بتاعتها تكون فيها نوت يا عمر، ما تنساش يا محمد يا بدر. نوت دي ما تتحطش في اخر الجمله، نوت تتحط بعدها بوهاز. يبقى نوت بتتحط بعد مين؟ طب ناخد اكزامبل. يلا بينا. يبقى انت عندك كم كلمه؟ اربعه. لا انا لسه ما قلتش سؤالي، اديني فرصتي. كم عندك كم كلمه لحد دلوقتي؟ طول ما انت فاتح بقك كده عمرك ما هتجاوب. عندك كم كلمة لحد دلوقتي بتيجي في آخر الجملة؟ واحدة already already never ما بيجيش في الآخر. already ويت already ومين؟ already ومين؟ already بتيجي في الآخر بتاع المثبت، ويت بتيجي في الآخر بتاع إيه؟ بتاع الكويستشن. تيجي ناخد مثال وبتاع نص برضو أهو. حاجة أقول لك has he visited two لوكسر. افتح اقواس اقول لك اوريدي تيجي في الاخر فعلا، واقول لك طب انا قبل ما اكمل هي الجمله دي تاخد اوريدي؟ لا
عشان دي سؤال. ايوه عشان بص هنا في مين اولها سؤال. هنا كويس انا لسه ما كملتش عايش ولا جاست ولا يت تاخد مين عشان في مين يبقى يت دي معناها بعد. طب ناخد واحده كمان لما اجي اقول لك اني هاني هاز وشت دي بقى اوريدي عشان ذا ديشز يجي راجل في الامتحان يقول لك حط نوت بقى اعمل ايه بعد هاز ايوه ادي هاني هازنت وشت ذا ديشز بس ايوه عاش الله ينور ايوه ممكن ايه ممكن احط نيفر بس الراجل عايز نوت انا مش هينفع نيفر مع نوت او ممكن يجي لي مثلا يت. طيب يجي في الامتحان يقول لك ايه يقول لك اني يقول لك مين عمر يقول لك انه عمر هاز ايه هاز درانك او هاف هاز جاست drunk 300 liters milk تحل بقه وشرب يا واد اول لتر الثاني يجي الراجل في الامتحان يقول لك حط يد بص بقى استنى بقى اتقل مش انت قلت لي يد دي ممكن تيجي في الكويستشن ممكن تيجي في نوت مع نوت يبقى براحتك ممكن تنفيها وممكن تعملها سؤال يعني انت ممكن تعمل لي ايه ممكن تقول لي كده هاز عمر درانك الحاجه الكتيره اللي هو شربها دي واقول يد او ممكن اقول له عمر انفيها يا حبيبي ما كمليها بس انا عشان ما فيش كمليها عادي ده تكمله ماليش دعوه بدول دول او عمر هازنت drunk بلا 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 يت اوكي جه الدور على كلمه جديده اللي هي كلمه ايفر ايه ده ايفر ده هي معناها من قبل حلو قوي طب يا عمر دي مسموح لها تيجي فين قال لك مسموح لها تيجي في وسط الكويستشن محدش يتكلم يبقى تيجي في وسط مين السؤال يبقى وسط الكويستشن يعني معنى كده يا عمر اللي مش مسموح لها تيجي في الاجابه لا مش مسموح لها تيجي في اخر الجمله لا طب ناخد اكزامبل يلا بينا لما اجي اقول لك هاز شي جاست اوريدي يت ايفر هيلبت مام مركز يا عبد الرحمن يا مستر ده كويستشن والاقواس في وسط الجمله يبقى انا هاخد ايفر يبقى انا هاخد مين يبقى ما بيجي يبقى تاني يبقى ايفر ما بتجيش لا في اول ولا في اخر الجمله بتيجي في وين وسط الجمله تيجي فين وسط الجمله حد قاعد مش فاهم يا شباب اوريدي بتيجي طيب اوريدي بتيجي في الاخر تمام يا مستر جاست بتيجي في الاخر في النص يبقى تاني جاست بتيجي فين يبقى انت يبقى انت عندك وسط الجمله بعد هاف وهاز يجي مين يجي جاست اوريدي ونيفر يا عمر معايا يا ملك طيب اخر الجمله بقى او خلي وسط السؤال وسط السؤال هي ايفر بس تمام يا مستر طيب اخر الجمله اخر الجمله معايا يت اوريدي دي الخلاصه حد قاعد مش فاهم طبعا مفيش كلمه من الكلمات دي بتيجي في الاول الاول ده لا اما سبجكت ضمير لا اما اسم يعني الجمله بتبدا باي بهي بشي بات مفيش جمله بتبدا بنيفر مفيش جمله بتبدا بجاست يا عمر تمام طيب تعال بقى ناخد اخر كلمتين واصعب كلمتين مش اصعبهم قوي بس هم بيرخموا معايا بس الكلمات دي ممكن تتلخبط منها هي بتتلخبط بس انت المفروض دي الخلاصه اهي يبقى انت عارف كل مكان كل واحده فالدنيا هتبقى معاك مرتاحه اللي هي ايفر بص يا عمر لا يا مالك لو انا عندي سؤال تمام وانا جايب الاختيارات في النص
يبقى دي الاولويه لمين؟ لايفر، لان ايفر دي الوحيده اللي بتيجي في وسط السؤال. يعني مثلا لما اجي اقول لك لو هاف يو وافتح اقواس اقول لك ايفر ولا اوريدي ولا يت، الثلاثه دول او الاثنين دول بيجوا في الاخر، هيلبت داد، يبقى دي ودي مش مسموح لهم يجوا في النص. اللي مسموح لها تيجي في النص مين؟ ايف. اوكي يا شباب؟ طيب وده خدتها بناء على مين؟ ان ده كويستشن كمان. يبقى ايفر مش مسموح لها تيجي في مكانين، مش مسموح لها تيجي لا مع نوت مع النفي ولا مع المثبت مع الجمله الخبريه العاديه، ولا تيجي في الاخر. هي لها مكان واحد بس، هي نص الكويستشن، عامله زي خط الوسط كده، زي قفشه كده بتاع النادي الاهلي، هو خط الوسط. ينفع قفشه ده اروح موقفه جون؟ لا. يا نهار ابيض، هيشيل جوان بالهبل. طب ينفع اخليه مهاجم؟ قصير مش هينفع يلعب بدماغه ولا الكلام ده، هو خط ويست، يروح مباصي لده والباصي لده ويلعب لده، هو ده. هي ايفر كده، هي خط الوسط بتاع مين؟ الكوستش. اوكي يا دكتور، نكمل يا حاجه سلمى. العيال دي اشرار. ايه الفرق ما بين سنس وفور؟ محمد بدر. سنس معناها منذ، وفور معناها المده. طيب قال لك هقول لك كل اللي موجود في الكتب وحضرتك ايه؟ افهم اللي تفهمه، وبعد كده انا هشرح انا بطريقتي. سنس قال لك بتعبر عن بدايه مده. اما فور فبتعبر عن المده كامله، مش فاهم. سنس تاتي بعدها مده محدده. اما فور فبتيجي بعدها مده غير محدده، مش فاهم يا عمر. تيجي نفهم اكتر؟ طيب. لو انا جيت قلت لك انا ما شفتش عبد الرحمن من 3375 يوم محددة يا راجل، يعني يومين؟ سنة. يلا قول لي بقى يومين. انا ما شفتكش من 3375 يوم، يعني كان يوم ايه؟ محددة. ها طلع لي اليوم كده. يوم التلاتة. لا ما احنا كده بنهزر. محدد انا سؤالي اهو، عارف اليوم ولا مش عارفه؟ مش عارفه. طب لو انا جيت قلت لك ما شفتش عبد الرحمن من السبت اللي فات، محدد ولا مش محدد؟ يبقى لو جاب الحاجة كده سماها يبقى معاها سنس، يبقى معاها مين؟ تاني اتقلي اتقل. يبقى لو جالي ساتردي ساندي ماندي اخد ايه؟ سنس قبليها. طب جاب لي كلمة ديز، اهي ديز، لا مش متحدد يا مستر. طيب طيب نكمل. اقول لك انا ما شفتش عمر من 20375 سنة، مش محدد. يبقى كلمة كلمة يرز ده هي مش محددة. لو أنا جيت قلت لك من 2010 2010 لا متحدد. فهمت كده؟ طيب أجي أقول لك أنا ما شفتش يحيى من 20597 ساعة، محددة ولا مش محددة؟ مش محددة. مش محددة، أنا ما أعرفش أنهي ساعة. لكن لو أنا جيت قلت لك 7 بي إم من الساعة 7، محددة بس يومين. لا هو قال لي الساعة 7 تمام؟ اوكي؟ يبقى هنا هو حددها لي، مش عايز يوم، بس أنا عارف إن هو الساعة 7. يعني أجي أقول لك الاجتماع كان الساعة 7، هو كده متحدد. لكن ما ينفعش أقول لك الاجتماع كان من 20597 ساعة. أيوه يعني كلمت يعني يا حاجة، أنا فهمت ما فهمتش. اوكي؟ طيب إيه كمان؟ ركز معايا. لو أنا عندي كلمة تايمز أو تايم جاب قبلها شورت او لونج، دي مش مده محدده. يعني اجي اقول لك انا ما شفتش محمد بدر من مده طويله، انت فهمت من امتى؟ ما اعرفش. ما شفتش عمر من مده قصيره، ما اعرفش. فاهم يا سلمى؟ طيب ايه كمان يا مستر؟ لو انا جبت كلمه سيفرال، سيفرال معناها متعدد. يعني ايه؟ يعني اجي اقول لك سيفرال ييرز، سنوات متعدده، يعني كم سنه يعني؟ سيفرال اورز، الدرس قعد سيفرال اورز، ساعات كتير. ايوه يعني كم ساعه يا ابني؟ يعني انت رحت من امتى وجيت امتى؟ ما قالش. تمام؟ طيب ايه كمان؟ لو انا شفت 2010 طيب لو انا شفت كلمه ذا لاست اخد فور. المفاجاه بقى، الكلمه دي كلمه ايه؟ هل فيها ذا؟ لا. ركز يا مالك. يبقى لو لاست جت اخد معاها مين؟ لكن لو ذا لاست اخد معاها مين؟ استنين استنين. لا هو مش فرق، انا ماشي مع الجرامر بتاع الايه؟ بتاع اللغه، مفيش فرقت او ما فرقتش. طب ايه كمان؟ لو انا شفت كلمه يسترداي او شفت جمله ماضي احطها على سنس. تيجي ناخد مثال عشان نفهم؟ يلا بينا. لما اجي اقول لك كده في الامتحان يا محمد يا بد، اي هافنت ميت مستر علي وافتح اقواس since ولا for he
was 26. مش دي جملة ماضي بسيط؟ دي جملة ماضي بسيط صح؟ جملة ماضي ايه؟ بسيط. جملة ماضي ايه؟ بسيط. بص هنا ورا الراجل بيقول لك ايه؟ جملة ماضي ايه؟ بتيجي مع مين؟ يبقى لو جملة ماضي بسيط تيجي مع مين؟ لو جملة ماضي بسيط تيجي مع مين؟ يبقى جملة ماضي بسيط تيجي مع سينس. طب واحدة كمان حاجة أقول لك، I haven't seen عمر since منذ ولا for لمدة yesterday. عشان يستر دي بتيجي مع مين؟ طب واحدة كمان، I haven't، هاي عمل examples كتيرة، I haven't met Mr. محمد since last week. last الوحديه هتاخد مين؟ since اهي. بص بقى الراجل قال لك ايه؟ قال لك حط فور. عاش. يبقى انت هنا تعمل يا سلمى الجمله دي نازله زي ما هي، ادي اي هافنت، ادي مت، ادي مستر محمد، وهنا هو سنس هتبقى فور، واقول ذا لاست ويك. حد قاعد مش فاهم يا شباب مصر؟ طيب واحنا بنحل كده او احنا بنشرح من شويه، احنا خدنا النيجاتيف بتاع الزمن ده، حد يعرف يجيب لي النيجاتيف بتاع الزمن ده؟ انت بتنفي ازاي؟ انت بتحط نوت، يبقى النيجاتيف انت بتحط مين؟ نوت. بتحط نوت بعد مين؟ بعد هاف وهاز. يبقى بتحط نوت بعد مين؟ بعد هاف وهاز. يبقى هنا هو انت عندك هاف، عندك هاز، بتحط بعديهم مين؟ معايا يا محمد يا بدر؟ لو ما عرفتش تحل هتزعل. يبقى هاف وهذا تحط بعديهم مين؟ وهتحط ايه زي ما هي الجمله عادي جدا. يعني اجي اقول لك حل دي، هاجي اقول لك هاني هاز ايتن فيش، عايز احط نوت. هاني هازنت ايت، يبقى هاني هازنت ايتن فيش. فيش ممكن اكمل بيت بقى براحتك عادي، ما عنديش مشكله، مش هتضرني في حاجه. اوكي يا شباب. طيب ما كملتش عادي؟ ايه هتزيد درجات؟ والكتب يت او ما كتبهاش؟ هو الافضل ان انا احط يت عشان افهمه ان انا فاهم القاعده، يعني الافضل ان انا احط يت عشان افهمه ان انا حافظ ايه وفاهم، يعني مش حافظ بس، لكن حافظ انا بحط نوت وخلاص، لكن فاهم لا، انا بحط يت عشان ايه يت دي بتيجي مع النيجاتيف. اوكي يا محمد. طيب لو جاء لي كويستشن بقى، لو انا عندي يس اور نو كويستشن بعمل يا دكتور عمر؟ بعمل كروس، وما تنساش ان الاي بتتحول ليو. يعني ايه؟ لما اجي اقول لك يا محمد يس اي هاف ايتن بيتزا، يجي الراجل في الامتحان يقول لك حط هاف في الاول، اعملها له ازاي؟ هقول له كده هاف يو، ممكن اقول له ايفر ايتن بيتزا. لاحظ حاجة، إن يس ما بتجيش معاها حاجة، لكن بص نو، نو آي هاف نيفر إيتن بيتزا. طيب فضل معايا حاجة واحدة بس، وإيه الفرق ما بين هاف أو هاز بين تو، وهنا أهو هاف وهاز جن تو؟ حد عارف؟ الاثنين بمعنى ذهبة. عارف قول، مش عارف خلاص عشان ما نقعدش ايه نألف. ها عارف بس شكرا، احبش بقى ان هو ايه زي واحد يجي يسأل واحد على عنوان مش عارف ايه، ما يعرفش يقعد يقول له بص امشي طوالي اصلي مش عارف في مين، تبص تلاقي يعني ايه خلى الروح مشي في حتة بعيدة وتوهه، وانا مش عارف العنوان، قول له مش عارف، يسأل واحد تاني، ما اجيش اقلب بقى اقول له والله بنك ام عباس، بص بنك ام عباس اخر الشارع يمين في شمال، تبص الراجل لا في اصلا بنك ام عباس هنا ولا في يمين في شمال. خليك معايا، ايه بقى الفرق ما بين هاز بين وهافز وهاف جون؟ هاز بين ده هو معناها ذهب وعاد، لكن جون معناها ذهب ولم يعد.
طب ايه الفرق يا مستر؟ أو لسه ذهب. لا تاني يا مستر، يبقى هنا هو هبن معناها ذهب وعاد، لكن هاف وهاز جن معناها ذهب ولم يعد. مش فاهم يعني يا عمر. مثلا لو انا اتصلت بيك وماما قالت لي الجمله دي، عمر هاز بن تو امريكا، عمر راح امريكا ورجع، ينفع يا عمر اكلمك اقول لك هات لي معاك حاجه من امريكا؟ لا، لان انت رحت امريكا ورجعت تاني في مصر. انت لسه في مين؟ انت رجعت تاني مصر، انت مش في امريكا دلوقتي يا عمر. فهمت يا عمر؟ طيب لكن لو ماما قالت لي ان عمر has gone to امريكا، ينفع اطلب منك يا عمر؟ اه ليه؟ لان انت رحت اهو ذهب امريكا ولسه هناك اهو. حد قاعد مش فاهم؟ ها ده بالنسبه للدرس بتاعي النهارده. يلا بينا ناخد حاجه تاني. طبعا البريزنت بيرفكت ممكن يجي معاه كلمات تانيه زي ريسنتلي وزي ليتلي والكلام ده، بس هو مش موجود معانا في المنهج. وسو فار والويز برده ممكن تيجي مع البريزنت بيرفكت، بس دي كلمات كده للاطلاع ان شاء الله هتاخدها معايا في اولى وتانيه اعدادي باذن الله. شكرا جدا ويلا بينا ناخد حاجه تانية.